يا حبيبي كلما بالهوى شاد البلبل نشوى حبي. يا حبيبي كلما بس لا يخش فينا حنا برات المويه دي ما تبرد. اشوف الله روم تمبرتشر درجه حراره الغرفه شو هي؟ اسمها برادة وانا اسميها خزان مويه صغير وله بسبوس من طبيعي اليوم. انا رايق وما ابغى شيء ياكل مزاجي بليز يا وليد. حتى المنظر هذا ومرضي ايش قاعد تسوي يا زلمه؟ زر اسكيب بيجي على المكان اللي بيحكني غلق. طيب ورا ما تجرب انتر. تعال 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 ايش قصتك اليوم رايق انت؟ ابو طارق استقال. يا حبيبي كلنا على كده بصير انا نائب مدير. ودك؟ لا مهبول اصلا خلاص ما عاد في منصب نائب مدير شلناه على الاقل نوفر رواتب. يلا على شغلك يا وليد وراي شغل. اخس تنفخ؟ انت شكلك نسيت انا شلون كنت انفخ. يلا على شغلك يا شديد. هلا هلا ابو الساع تفضل تفضل. هلا مرحبا. اهلين اهلين وسهلين. امرني. ما يمر عليك عدو يا استاذ فيصل بس انا عندي فكره. ليش لا؟ قول فكرتك على الاقل من باب التغيير. المواقف فيها سيارات. صحيح معك حق فيها سيارات. والسيارات تروح وتجي. اوكي صح هذه وظيفتها معك حق. واللي يروح ما نعرف كيف يجي واللي يجي نعرف كيف يروح. بس مو بهذه المشكلة. الناس واجد وأحيانا تمطر وعشان كذا حنا لازم نسجل الأشياء اللي نعرفها واللي ما نعرفها. أها أوكي يعني أنت ودك تسجل بس يعني. إيه؟ أوكي ليش لا سجل يا ساس سجل اللي تبيه. الله يخليك يا أستاذ فيصل وأنا أوعدك وعد بعد ما أخلصها من المواقف أبدأ أطبقها لك على الموظفين. لحظة 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 بس أخوي سعيد كأن فكرتك لها مرحلتين. في المرحلة الأولى كأنك ودك تسجل شيء له علاقة بالمواقف السيارات صح؟ إيه أوكي حلو. لا أنت هنا أخذ راحتك سجل اللي تبيه سوي اللي تبيه بس قبل المرحلة الثانية يا ليت نقعد مع بعض ها؟ نقعد نتفاهم. اوكي؟ تمشي. الله معك. تسلم لي يا ابو سعد. اهلا وسهلا. حبيبي تسلم لي. يا حبيبي هلا. نزلت الشحنة هنا وناوي اسويها هرم، بس ذا المرة مو بأي هرم يا حبيبي، هرم من الناس يعني لما تشوف الناس من جهة تحس انه شكل يعني لما تشوفها بتعرف. لا شكرا. استاذ فيصل شوف هذه الاشياء اللي انا سجلتها حطيت لك شوف المويه في جهه زين والارقام في جهه ها وسجلت لك عدد المرات اللي يعلى فيها الصوت. والحين بروح اطبقها لك في المواقف الجنوبيه. لا لا شكرا بس بروح اكمل. استاذ فيصل مزاجك رايق اليوم. مو بقدر اعمل عشان اخليك دائما رايق هيك. لا كثير هيك والله يا استاذ فيصل. يا حبيبي بسوي اعلى هرم قد سويته، حط رقم القياس. وكم كان رقمك قياسي الاول؟ كان تقريبا متر ونص كذا. متر ونص رقم قياسي؟ يعني ذا اطول. لا والله. محمد انت تسوي هذا؟ حركات بيشتغل على وضعيتي ظنك سلم مشكلة.